اليوم وعن طريق الصدفة ما حد يعرف أنا عندي لقاء اليوم على قناة تغيير، بعثوا لي أكو مئات الأشخاص المظلومين، وهذه إحدى شهادات الوفاة الذي راسلتني عائلة من مدينة الكوت يدعون أنه ابنهم هاي شهادة وفاة. أن تزودنا بها بعد قليل ربما شيخ إبراهيم وتتحمل مسؤولية كل ما تزودنا به عبر الشاشة، تفضل. نعم 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 ستنا الكريمة، أنا أتكلم بمسؤوليتي الخاصة لا مسؤولية قناة التغيير، مع جل الاحترام والتقدير لكم، ولكن هذه أمانة إعلامية يجب أن تصل. هؤلاء العالم راسلوني، يعني هذا الرجل بال 2011 من جراء التعذيب، وهو ضابط كان هذا الرجل، اليوم أهلهم راسلوني من جراء التعذيب مات بالسجن. التقرير الطبي يقول توقف عضلة القلب. أنا أسأل سؤال حتى نكون مهنيين وعمليين، كيف شاب بيطلع عمره 22-23 سنة قاعد بسجن، السجن ما يتحمل أكثر من 100 شخص بمئات الأشخاص، ما يتحمل السجن هذه البوخة وهذه الرطوبة وهذا الحار والتعذيب والكتل والتعليق والفلقة والشار والغيرة أنواع التعذيب، طبعا يصير عنده تضخم وعضلة القلب يموت. هسه تزيد جزيرة مالطا للسباحة وبالشيراتون والسياحة وصار عنده توقف بالقلب أكيد جراء التعذيب، لكن بعض الأطباء للأسف وبعض أماكن التحقيقات عندهم العذر جاهز، هذا انفجار بالدماغ، هذا جلطة قلبية، هذا توقف الكبد. طيب من توقف الكبد؟ أنا شبعت بي نتل شيخ إبراهيم، هذه الوثيقة التي أظهرتها والحمد لله ما توقف. ما الذي تحتويه بالضبط؟ نعم. الوثيقة التي أظهرتها قبل قليل عبر الشاشة، ما الذي تحتويه بالضبط؟ بس السيد المصور إذا تقرب عني بس يقرب لي زوم، حتى بس قرب لي زوم إذا تكرمت جنابك، هذه اللي يشوفها الأستاذ والأخوان والمشاهدين، هاي شهادة وفاة لأحد المعتقلين في عام 2011 من أهالي الكوت، عذب أحد المحققين وقتل أو بات أو توفى على أثرها هذا الإنسان. اليوم أهل راسلوني الكثيرين من عندهم ودزوا لي وثائق مستعدة أزود لكم إياها. أنا بالمناسبة يعني بس إذا سمحت لي، لأن هاي بها مسؤولية كبيرة، أنا الآن خلي يعتبرني السيد المدعي العام، أنا دا أبلغ بلاغ عبر الهواء، وأنا مو قضيتي أحتاج منصب أو مال أو أشهر، أنا قضيتي قضية عراقية، أكو مظلومية بالعراق يعني حتى الملائكة بكت عليها، آلاف السجناء الآن بمعسكر التاجي أو سجن الحوت بالتاجي أو بالناصرية أو الشعبة الخامسة، أقسم بالله وأنا أتحمل مسؤولية. هذولا أهواي بهم مظلومين، واللجنة اللي شكلها دولة رئيس الوزراء بحقوق الإنسان قال الأستاذ أرشد الصالحي، ليش دي يروح المطار المثنى؟ خلنا تكلمها طق بطق وسوي له مناظرة وياه بقناتكم. ما أنا قبل سنين وأبو سنين مبلغة الأستاذ أرشد وعلاقتي به قوية وحققت له شلون كان التعذيب وطرق التعذيب. الآن أنت من تقول مستشار القانوني يا رئيس الوزراء، أنا دا يعني أوضح لك الصورة أبو أستاذ محمد يعني رئيس الوزراء، دا اوضح لك الصوره يا اخي ابو مصطفى، انت من تدز لجنه للسجن وتحقق ويا الضباط، طيب هو الضابط راح يقول لك انا قتلته وعلقته، لا مو هيك طرق التحقيق ولا مستشارك القانوني. انا الان شيخ ابراهيم الدليمي انا متبرع لاكون مخبر علني امام الاعلام وامام القضاء العراقي، طيب. واتحمل كافه المسؤوليات القانونيه فيما سأدلي به وسأدلي به باثباتات باسماء، انت ما تقبل نقول اسماء، باسماء وأماكن والطرق والأدلة القاطعة على أسماء اللي عذبوا ومنو كان هناك.